من سمة أهل العلم الذين يحبون القراءة والكتابة أنهم إذا قرأوا شيئا تعلقت قلوبهم بتدوينه وبكتابة المنتقى مما يقرؤون، ولهذا قال الأول من السلف أظنه أبو حاتم الرازي، قال: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. وننظر إلى أنه من القرن الثاني الهجري، إذا كتبت فقمش يعني لم الكثير، لم خذ واكتب كل ما أمامك، وأما إذا أردت الحديث للناس ففتش، يكون لك منتقى، منتقى مما قرأت. وأهل العلم تداولوا هذا الأمر في الجمع ما بين الحرص على الكتب وكثرة القراءة ثم التفتيش عند التحديث، فأصبحوا فيما يقرؤون يصنفون، وفيما يسمعون يؤلفون الكتب، حتى كثرت التصانيف، إلى أن قال الحافظ الخطيب البغدادي المعروف، قال: من صنف فقد عرض عقله للناس على طبق، من صنف فقد عرض عقله للناس على طبق. ثم لكثرة المقروءات وعدم مناسبة كل ما يقرأه الإنسان لمصنف له، جاءت فكرة عند أهل العلم، وهي أن يكون للعالم أوراق يجمع فيها ما أنيس له وأحبه واستثار شيئا في عقله أو نفسه أو عاطفته أثناء القراءة، فبدأوا يجمعون مجاميع خاصة لهم تختلف الأسماء، فمنهم من سماها باسم أو باسم آخر أو إلى آخره، فكرتها أنه إذا قرأ مسألة فقهية أو تفسير آية أو بيت شعر أو حادثة تاريخية أو ما إلى ذلك دونها عنده، فتصبح من جنس إذا كتبت فقمش ثم إذا حدثت ففتش.